بعد عناء وتعب ومذاكرة دامت عدة أشهر، حصد تلاميذ ثانوية التقنية التجارية بحي أمرجيبي بالدائرة الخامسة نتيجة عنائهم ومثابرتهم وتفوقهم بالنجاح الباهر في الشهادة الثانوية دورة 2019-2020 ورفع همة الثانوية عاليا. لذا نظمت الثانوية حفل تكريم لتلاميذها المتفوقين البالغة عددهم 19 تلميذا في المساقين العلمي والأدبي. وبهذه المناسبة مدير ثانوية التقنية التجارية الشيخ الصوفي فودة هنأ جميع الحضور من تلاميذ وأولياء أمور على قدومهم، كما أضاف أن هذا الاحتفال يعد حافزا للتلاميذ المتفوقين في دراستهم، مضيفا أن هذه ثمرة جهودهم الدراسية. كما شكر أولياء التلاميذ على مساندتهم لأولادهم، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد في كوفيد-19. من جانبه ممثل الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية شكر كل الحضور وقال أنه وباسم جميع التلاميذ فخورين جدا بهذا الشرف، كما أثنى على جهود المدرسين والمدراء على كل مجهوداتهم من أجل نجاحهم وتفوقهم، مضيفا شعورهم بالسعادة العارمة التي تجعلهم يقدمون المزيد في المستقبل القريب. وفي نهاية الحفل كرمت الثانوية تلاميذها بمنحهم الشهادات وتم التقاط صورا تذكارية.